يعني انت بتضحكي، انت مهضومه يعني بتموت ضحك ولا يعني عندك موهبة يعني بتقلدي ما زال. بمسك الميكرو بس فرجيني مريم فارس كيف بتغني. هلا ما بدنا نزعل حدا يعني. لا لا خالص شو بدك انت، كل حدا عم بنغني انا تركي زعل علي وانت اهتم بالتأثير. شو بدك انا بزعل معهم. كيف بتغني مريم فارس؟ ويسألني مكان وين. هاي مريم احلام كيف بتغني؟ هذه نظرة ولا رصاصة صوبتني جننتني ذبحتني ولا قلبي من ضياعة. هو جابته واحد قال لي ميطولة العنب حامدا عنا يقول كيف؟ قول عني ما تقول صوبك صعب الوصول واللي ميطول العنب حامضا عنه طب اليسا كيف بتغني؟ هاي سالك احلى سنين بالعمر يا ضيناي. هاي اليسا بالاستديو، اليسا بالاستديو. الاصاله ما في اصاله ما زعلت منها، خليني اخلص الحلقه. طب لما يهل الورد البلدي كل الورد يخاف بالعربي اللي ما شافش العربي بقى لعش ولا شاف. ما معقول ما معقول. يارا يارا كتير صوتها هيك بتحسها عم تضحك وهي بتغني. حكي لا يا حبي مش لا ما تخبي ترضي قلبي واللي خطر علي. ما معقول ما معقول ما معقول. لا ما معقول. لا كثير هالقد والله العظيم شيء خيالي. سميرة سعيد صار كله ما يطلبه المستمعون، صار ما يطلبه العازفون. ما مش كلهم بتصيبي سميرة سعيد هو رفيع. ما مش مثلا انا رجعة يا اغلى حبيب. بس انه مش يعني فيك تيجي كل جمعة نلبسك شيء ونعتبر انه معنا بس فيك ولا لا؟ سيرين عبد النور بتصيبيها؟ سيرين عبد النور زمان كنت اقلدها. اتكلم ولا لا يا قلبي ولا اعمل ايه؟ مش واخد قالوا ليه يا قلبي وبيفكر ليه عليا وكل حاجه فيها اتنادي عليه. مين بعد؟ مين بعد؟ في نوال الزغبي يمكن. يمكن ايه يمكن نوال الزغبي ما بعرف. في يمكن يمكن في نوال الزغبي ما بعرف يعني يمكن بقى يمكن بعرف اقلدها. ايه اكيد مش يمكن بين حزم. عينك كذابين قولي خايف اللي تقولها لي لو تدار العين قلبي حاسس بيها يا غالي. مش معقول. نجوى كرم عم بيقولوا نجوى كرم نجوى عم بتصبيها. ايوه اشربي مي اشربي مي عادي في بادجت اشربي مي اشربي مي اعطيني الميكرو اشربي مي لا لا في بادجت ما تخافي يلا بعده مثل ما هن بصير بنكبهم وما بيقبلوا بصير يحطونا علي اذا كبيتيهم اشربي يومي دموعي ضويلك بقعد حدا بصلي لك وعلى وجه شوف مش معقول مش معقول مش معقول شوي لا بما انه في بادجت لا 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 شوي انت بتعملي بارت تايم معنا هون بالبروجرام بتشتركي معنا شغل كوميديا وتقليد نداء شو هي